أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. هذه الحلقة لتصادف اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. الرادو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. شخصية اليوم هي خالد بن يزيد بن معاوية، هو حفيد الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان وابن الخليفة الثاني يزيد بن معاوية. بهذه المناسبة اللي هي اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة. وانتم إذا حبيتوا ترسلونا عمو يزيد قرار رسائل تاعكم، عليكم إلى توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار أراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.